فيما نعرف من الفلاح. البداية النقطة الأولى لما نوصل لقلنا أي مؤتمر كنا نريد، أي مؤتمر نحن كلمتنا على الأساس نحن نبلش نعيش الأمور بكل الأطراف. نحن كلمتنا بكل صراحة مؤتمر شخص البشر يعني يطرح خط الطريق كمان للخروج من هذه الأزمة في ضوء كل المعاشات وتحليلات ما نحطناها بالوسيلة السياسية. هذا الشيء ما حصل. كنا بنتمنى بالبداية انه اول شيء ما بيجوز مؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي اللبناني لا بيناقش قواعده لا بتناقش قواعده لا التقييم لا البرنامج لا التقرير التنظيمي حول وضع الحزب التنظيمي، عمل جلسات حول التنظيم بدون مؤتمر تنظيمي بدون تقرير تنظيمي. شو وضع منظمات الحزب وقطاعاته ما بيجوز، ولا انطرح فيه خطة عمل للخروج من واقع الأزمة. شو يعني المؤتمر إذا لم يكن مش تقليل ولا تنظيم ولا خطة ولا تقرير تنظيمي؟ شو بنعمل؟ هذا الدفع هذا على خلفية إيجابية مش خلفية سلبية، إنه واحد جاي يعمل يبتع القصص، لا إنفع لا بالعكس. الموقع إنه هذا الحزب بإرادة موحدة بتقبلنا كلنا سوا إنه هذا الحزب يوم التنعيم لو شو ما صار يصير بده يطلع بالجرائد وبالصحف وبالإعلام إنه خرج منتصرا ومتقدما وموحدا. بدنا نوجه له رسالة انه هذا الحزب الشيوعي اللبناني قادر يحل ازمته من داخله بديمقراطيته وبإليته. هيك نخطط الامور بالاصابة لنطلع ونجاوب على كثير من الاسئلة عند بعض الرفاق حول رمادية موقف الحزب. نحن في بعض القضايا رفاق لا يمكن ان نحقق ونمشي على هذا الشعار لمطروح نقص الرعايه الاجتماعيه بدون ما نرتكز على تظهير استقلاليه موقع الحزب. الاستقلاليه ليست للدفاع عنه ومنا ذنبيه، الاستقلاليه لموقع الحزب هي للهجوم، ولا يمكن ان نهجم بدون ما يكون عندنا خطط وبرامج عمل لنعزز هذا الموقع. لكن الموقع الناس على الشوارع بالعمل الجماهيري بدون ما يكون في خطه ناجحه بالتحالفات، بدون ما يكون في عندي تنظيم ناكل وثابت. هزمنا بالعمل الجماهيري وفي جزء من العمل الجماهيري. تحيه للمعلمين للاساتذه لكل الرفاق اللي خاضوا هذه المعركة وكل الحزب بدون استثناء كان عم يقول ليك انه ناقصنا جناحين، جناحين كان لازم يغطونا، الجناح السياسي للتحالفات اللي فشلت وجناح الوضع التنظيمي اللي ما عم يتقدم شو وضع التنظيمي للحزب وكيف عم يتراجع. هذا الشيء اللي كان ناقصنا اليوم. بدنا نمشي ونحجم كلنا سواء على نفس الخطط بالمهن الحرة وبالنقابات وبالعمال وبكل المحلات. ما فينا نمشي على اجل الوقت. هذه هي استقلالية الحزب. وربط موضوع الرمادية بقضية التحرير والتغيير. الدولة المقاومة. مش شغلة بسيطة. نحن نظرنا قصة المقاومة بالبلد لازم تتحول لموضوع هجومي كمان.
المقاومة هي قضية شعب كله، مش قضية حزب. لا حزبنا بس، ولا حزب الله، ولا حزب فلان. بدنا نضغط حتى بربط قضية التحرير بالتغيير، عرف دولة المقاومة ويتحمل كل واحد مسؤوليته. خش 14 نار اللي رفض المقاومة بإسرائيل واحتلالها وعدوانها. وش هذا المفهوم الخاطئ لموضوع المقاومة بقتل إسرائيل وبجهتين اللي بيردوا مع حلفائها في المشروع بكل المسائل؟ هذا المفهوم قدم كيف له الثنائيات وقتل قتلها طائفي والمسامين، وهذا المفهوم الخطا. وبالتالي تتحول قضيه المقاومه ليش لا مش مقاومه، لا مذهب ولا حصريه ولا باسم فلان ولا فلان ثاني. وبدنا نعزز التشتيت الحزبي. ما فينا نهجم نضلنا هاجمين على الشباب ونسميهم الاولاد. حولي مش ولاد. ما بيسوى نقول بدنا تشديد وما بدنا شباب. بدنا نعزز دور الشباب وناخد قيادته بالماضي وبالحاضر. عملنا اللي عليه هذا الجيل، عملنا. اذا كان في مهمه لنا للكبار مثل حكايتي ومثل حكايه الرجال اللي بعمرنا، هو انه ناخذ بايده ونمسكهم طرف الحي ليحموا القضيه ويتابعوا. هذه هي المهمه الاساسيه، مش اكثر من هيك. ولذلك لازم يكون في مؤتمر انتقالي، لانه اللي لازم كنا نعمله بال 11 صرنا مضطرين نعمل مرحله انتقاليه حتى نمشي بعمليه التجديد والتغيير برويه وبشكل مدروس وعلى هذا الهدف. ومثل ما قلت لكم ما في أبزيد بالهواء، طمنوا ما في أبزيد بالهواء. وبمرحلة انتقالية لازم نتجاوز التشكيل لنعمل سبيل وبرنامج وخطة واللي لازم يعمل. أما فيما يتعلق بالشيء اللي عم ينحكى وما يشاع عن إنه أنا رافض التوافق، لا يعرف، لا يعرف. كنت من الأول والسابق وهلا أنا كنت أنطالب، أنا كنت عم طالب ألا يصادر، ألا يصادر موقف المؤتمر وموقف المندوبي. خلوا نقاش ياخذ مدى، خلوا نقاش ياخذ مدى. هيك شيء بيجي لأنه انتبهوا في صمامات أمان أصلا مش مفلوتة، في صمامات أمان. لكن خلوا الرفاق يحطوا رأيهم والمندوبين. وقبل ما يصير المؤتمر وشيء كثير مهم هذا الانجاز، انه جينا على المؤتمر ما في شيء معذب ومحطوط قدامكم، وتعوا تدخلوا وتعوا تسووا وتعوا تطلعوا. بدنا نتمسكنا في رفض المحاصصه ورفض الثنائيات. احنا بريء، لا في فلان ولا في فلان عم تبلش الحالة. صح يا سيدي، هذا هي اللي بدي اقوله. وبالتالي نحن لازم نطلع موحدين ونطور الثنائيات. بعد رفيع علي الجمعة.